الرئيس ينعي شهداء دير الأنبا صموئيل، حيث كتب الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر حسابه الرسمي على موقع تواصله الاجتماعي فيسبوك: أنعي ببلغ الحزن الشهداء الذين سقطوا بأيادا غادرة، تسعى للنيل من نسيج الوطن المتماسك، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وأؤكد على عزمنا على مواصلة جهودنا لمكافحة الإرهاب الأسود وملاحقة الجناة، مشددا على أن هذا الحادث لن ينال من إرادة أمتنا في استمرار معركتها للبقاء والبناء.